هنا شيخنا سؤال يقول: هل من السنة قراءة البسملة في الفاتحة سرا في الصلاة الجهرية، وهل تعتبر هي آية من آيات الفاتحة؟ اختلف العلماء رحمهم الله في البسملة، هل هي آية من سورة الفاتحة أو هي آية من كل سورة، أو أنها ليست آية، ليس أو أنها آية من بعض آية، أو أنها جزء من بعض آية هي في سورة النمل، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. اختلف العلماء في هذا، والذي عليه الأكثر على أنها ليست آية مستقلة في أي سورة ولا في سورة الفاتحة، وإنما هي جزء من آية من سورة النمل.